جمعية روزلاند تقريبا آخر شوي بتوفي 3 سنين، جمعية مستقلة مش تابعة لأي أي مؤسسة أو ملاش أي هدف سياسي، بالعكس هدفها كله اجتماعي، دعم الطائفة في مواضيع شتى إن كان اجتماعية أو اقتصادية مالية، أي موضوع اللي بدعم الطائفة وبيساعدها في التقدم والرقي. احنا في الخدمة، أقيمت الجمعية بلشت قبل كام سنة لما بلشت تبرعات لسوريا، خي أبو هاني فايز برعد يعني خطر له فكرة إنه احنا عم نساعد هنا ناس اللي هي احنا واجب نساعدها، هي في أما في بلاد ثانية من ناحية ثانية في عنا احتياجات لأفراد طائفة في عنا في الدولة، ليه بنتركها ونروح على دولة ثانية؟ من هون بلشت الفكرة، وبلش خي أبو هاني يجمع حواليه إخوان وشباب، والإشي ينتقل من بلد لبلد. الحمد لله اليوم بعد 3 سنين في مندوبين في كام بلد، في شبا عامر، مغار، حرفيش، يركا، القيعة، عسفيا، مش الكل حاضرين هون، إن شاء الله بيلتحقوا فينا. والحمد لله في 3 سنين كثير أقمنا كم عمل اجتماعي. أول عمل، أكبر عمل يعني كان فيه الكثار استغربوا لنا، يعني جمعية اللي جديدة يعني، وقدرنا نحصل في كان سنة دراسية هذيك السنة أو قبل سنتين ندعم عائلات محتاجة يعني عندها احتياجات، اللي هي العائلات اللي مسجلة في مركز الرفاه الاجتماعي في المجالس. احنا دورنا على أغلبية البلدان حتى اللي ما فيهاش مندوبين من الجمعية، وغاد ساعدنا يعني في العام الدراسي، ساعدنا الطلاب من عائلات محتاجة في حقيبة مع لوازم مدرسية. الحمد لله قدرنا نوصل لفوقي 130 أو 1300 حقيبة في مبلغ اللي فاق 130,000 شيكل، يعني الحمد لله قدرنا نجمعهم في أقل من شهر. هذا عمل، إحدى الأعمال الكبيرة. كمان هذيك السنة دعمنا مدرسة الإشراق في عسفيا، مدرسة اللي بعرفهاش، مدرسة مثل لكل مدرسة اللي هي كمان بتعلم دين وكمان بتعلم باقي المواضيع العادية. كان عندهم احتياجات من مثلا عريشي، كان عندهم مشكلة في الصيف وفي الشتاء ما قدروش يوقفوا، غاد استفاف صباحي، فعاليات رياضية، وخضرنا في معونة يعني أحد المقاولين في يركا، وكمان صندوق الدعم تبع الجمعية يعني عملنا هذا المشروع كلف فوقي 40,000 شيكل. كمان ساعدناهم في مصاليد بسموها مكرينيم، اليوم عشان التعليم عم بتطور وعم بندخل بدل من الكتابة على اللوح صار كله أغلبه يعني كله على المحشية، وتشوف التعليم والمحاضرات على ال شيخ اليوم قمت بلفتة كريمة تجاه بيتي الشعب في المغار، في الحي الشرقي والحي الغربي، ممكن تحكي لنا شو التبرع اللي قمت فيه هون؟ كمان هون بالنسبة للمغار توجهنا، في عنا المندوبين الأخ أنور هزيمة والأخ وائل مصالحة، في إنه توجهنا لهم شو الاحتياجات عندكم في البلد. في قالوا لنا إنه عندهم هذا الاحتياج، إنه في الخلوات، في خصوصا في هاي الفترة، فترة الصيف، في زي بصير مشكلة بالنسبة لل حفظ الأموات، حفظ جسد الفقيد أو الفقيدي. عملنا هذا المشروع، فكرنا فيه، دورنا، أخذنا زي ما بقولوا يعني اقتراحات الأسعار، والحمد لله خضرنا. في أخ هنا اللي هو أقمنا برادين، براد الخلوة الشرقي وبراد لبيت الشعب الغربي. الحمد لله احنا هنا مبسوطين، واول شيء بنتشكر كل اللي قاموا في اللي ساعدوا في هذا المشروع، ان كان من المندوبين الجمعية او اللي قام في العمل. اخ رزق غاني بنتشكره يعني الدعم، ساعدنا قام البرادات بناها في فترة قصيرة يعني تقريبا. جزاكم الله خيرا. بس كل واحد يا اخوان قبل تفضل، من اخوان الحقيقه فيش
رجال اعمال اتجهنا لإلهن ما جابوش، يعني احنا ما بنقدرش نبني بس على صندوق تبعنا. توجهنا رجال الاعمال دعمونا والشكر مشكورين كثير كثير، وعرش إدهاني بقبل نقول اسميهن ولاحقا نقول اسميهن الله راد. بالفعل بدون اشتراك هاي رجال الاعمال صعب نكون في مشاريع كبيره. عم بصير في ثقه الحمد لله بين رجال الاعمال وبيننا، وفضل كبير لخينا انور وخينا وائل. يعني احنا على مدار الشهر ونص كل وقت كنا باتصالات، وكل وقت يعني يوم يوم نتفقد وين صرنا وين لوين وصلنا، والحمد لله رب العالمين النوايا منيحه. وهذا هو اللي بنجح، ولاخواني الاخوان من مندوبيه الجمعيه كل واحد منهم الله بيعلم انه مستقل بيقدر يقوم بالامور. ما فيش عندنا احنا لا رئيس جمعيه ولا في عندنا، كلياتنا احنا اعضاء متفقين، وفينا زمانيين وفينا متدينين. احنا متفقين في الراي انه كل شيء فيه وفي من بدري فيه نبدا فيه كمبادره وبنتي في مشروع، هذا هو المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا في حضرات مشايخ اللجنه والاخوان الشباب كمان المتدينين والغير متدينين في لجنه دروزلاند. اهلا وسهلا فيكم. شكرا للاخوان مشايخ الحاره اللي لبوا الطلب وحضروا لتقديم الشكر لحضراتكم على ما قدمته لنا من خير من هذا البراد، ولا كل مساعده تقومون بها من اجل الطائفه. وشكرا لكم جميعا، واهلا وسهلا بكم. نطلب من الله ان يوفقكم ويهديكم الى عمل الخير، وتظلوا سالمين ماشيين في هذا المشاريع اللي هي محترمه وبتقدم للطائفه الخير ولحضراتكم كمان الحسنات عند الله تعالى. الله يوفقكم ويخلي لنا اياكم ويكلكم. شكرا للاخوان كمان اللي لبوا الطلب واجوا حتى شكروا حضراتكم. مرة أخرى بنثني على كلام أخونا وصديقنا ورئيس خلوتنا الشيخ أبو رائد، متشكرين جدا على هاي المبادرة الطيبة اللي بتدل قديش في إحنا عنا نفوس طيبة طاهرة بتحب مصلحة الطائف، وإحنا بأمس الحاجة لأشخاص مثل حضراتكم اللي روح التضحية روح العطاء حب الطائفة هو مثل ما قال مذوت في داخل كل واحد واحد. وقال شكر، وإحنا بنقول بنتمنى من البارئ عز وجل إنه يقدر أعمالكم ويعطيكم ويجازيكم على قدر أفعالكم. ومشكورين، وإن شاء الله إحنا شو بنقدر كمان إحنا ندفع هاي العجلة لقدام، إحنا حاضرين جاهزين. اخواني عموما الله يمسيكم بالخير، اهلا وسهلا فيكم. إيه انتم محليه مش ضيوف، والحمد لله هالوجوه الطيبه بنعرفها من سنين طويله ولهم باع في خدمه الطائفه. والحمد لله الامر اللي شفناه في الفتره الاخيره، الفقير الجمعيه دروز لاند سمعت فيها قبل شهرين ثلاثه بس مش اكثر من هيك، ويمكن في حق على خيبو عنان انه كان لازم يعطينا خبر من قبل على اساس انه نعرف احنا وين موجودين، وواجب انه نخدم وكمان نتبرع ونقوم في المطلوب. فحضراتكم اعمالكم قوموا في مشاريع كثير مهمه كثير حساسه والها قيمه في المجتمع، في مجتمع الطائفه الدرزيه بشكل عام. اللي سمعناه كمان في سوريا لكم باع طويل في الامور المهمه اللي قمتوا فيها، وكمان في القرى الدرزيه. واحنا نقول الله يقويكم وبنشد على ايديكم، بنقول يكثر امثالكم. وحب علينا نكون معاكم، ولكن يمكن اذا كنا معاكم شوي نكون ثقل يعني عليكم، اما بنشد من وراء وبندعم، وان الله راد العمل الطيب اللي بتقوموا فيه بده يثمر ان الله راد في المغارب وفي بقيه القرى. والمشروع اللي قمتوا فيه ومشروع اللي تشكروا عليه، وان شاء الله صلاه عليه يعطيكم الثواب في الدنيا قبل الاخره. فجزاكم الله خير، اهلا وسهلا في اسم الاخوان. عموما اساس انه الحديث يكون مختصر، فبنقول الله يقويكم واحنا معكم وبنشد على ايديكم، وبنقول اهلا وسهلا فيكم في بيتكم وفي بلدكم المبارك.